نعم، هذه الكلمة هي كلمة بروتوكولية كوثر أثناء الفعالية الثانية في مراسم ما بعد اليمين الدستورية التي يعني أداها أردوغان تحت قبة البرلمان قبل نحو ساعة من الآن. الآن هو زار ضريح مؤسس الجمهورية التركية ويقوم بإلقاء هذه الكلمة، وكذلك سيكتب في دفتر الذكريات كما هو الحال بالنسبة للبروتوكولات في مثل هذه المراسم. بعد ذلك سيأتي أردوغان ويتوجه إلى المجمع الرئاسي حيث نتواجد كوثر لربما بدء الفعاليات الرسمية التي يحضرها عدد كبير سواء من قادة الدول أو رؤساء الحكومات أو كذلك رؤساء برلمانات بعض الدول. وهذه الفعاليات ستستمر لنحو ساعة أو أكثر في أنقرة. يتوقع أن يكون هناك كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان لأنها غير مؤكدة حتى الآن. وهذه الفعاليات بعد ذلك سيكون هناك عشاء على شرف حضور الجمهورية ضيوف الجمهورية التركية، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الكابينة الحكومي كما يسمى الوزراء الجدد، وزراء الداخلية الخارجية. لكن أنا نفهم من هذا أبو طالب أن الكلمة التي كنا نتابع من خلال هذه الصور المباشرة من ضريح أتاتورك مؤسس الجمهورية تبقى يعني كلمة رمزية؟ نعم، هي بالفعل كلمة رمزية كما هي الزيارة كوثر. يعني دائما يعكف أو ينص البروتوكول على ضرورة إجراء مثل هذه المراسم، وهي إجراءات معتادة في مثل هذه المناسبات التي تعنى ربما بالأحداث الرئيسية في الجمهورية التركية. والآن بالنسبة لهذا الاستحقاق أردوغان يدشن اليوم يعني ولايته الجديدة لسنوات خمس مقبلة في تركيا، وهو أفرد مساحة كبيرة للاحتفال بهذا الاستحقاق كما يسميه حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور. بالنسبة لتركيا يعول حزب العدالة والتنمية على هذا الفوز باعتباره استفتاء أو يعد بمثابة استفتاء على سنوات حكمه الممتدة لأكثر من عقدين منذ العام 2002 عندما بدأ أردوغان ربما كرئيس للوزراء قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية عام 2014 ويجدد الولاية في 2018. وبالتالي لهذا الفوز ربما رؤية وأبعاد مختلفة في الداخل التركي سواء لأنصار حزب العدالة والتنمية الذين يعتبرون ربما الولاية الجديدة بمثابة تتويج لباكورة أو لعمل أردوغان خلال السنوات منذ العام 2002 وحتى الآن، كما أنها يعني كما وصفها أردوغان تهيئ لقرن تركيا كما سماه في خطاب النصر، وتتزامن كذلك مع مئوية تركيا تأسيس الجمهورية التركية وتؤسس المئوية الجديدة. وبالتالي كل هذه الاعتبارات أكسبت هذا الحدث أهمية على الصعيدين الداخلي وكذلك على الصعيد الخارجي متمثلا بالمتابعة الشديدة والاهتمام بالنتائج المترتبة على هذه الانتخابات. طيب على ذكرك على مستوى الخارجي أبو طالب، في أي مرحلة من هذه المراسم سيلتقي أردوغان الرئيس التركي بباقي الرؤساء المدعوين لهذا الاحتفال؟ غالبا بعد قليل هنا في المجمع الرئاسي، وبعد ذلك في قصر تشانكايا على العشاء يعني مأدبة العشاء على شرف حضور ضيوف الجمهورية التركية كما وصفتهم ربما وسائل الإعلام. وبالتالي سيحضرون الفعاليات الاحتفالية هنا في المجمع الرئاسي. هذه المظاهر أو الفعاليات الاحتفالية تقريبا تختتم الفعاليات الرسمية لتنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان. يعقبها فقط إجراء وحيد مساء اليوم هو إعلان التشكيلة الحكومية. هذه التشكيلة الحكومية موجهة للداخل وكذلك للخارج في ظل أن الأنباء التي تتحدث أن وزير الخارجية سيتغير كذلك وزير الدفاع.
الأهم هو وزير المالية، لأن أردوغان في خطاب النصر أولى ملف الاقتصاد أهمية كبيرة لحل هذه المشاكل. يتم تداول الآن اسم الوزير السابق محمد شمشك الذي قد يتولى هذه الحقيبة، وبالتالي هو يحظى بثقة السوق داخليا وخارجيا، ويتوقع أن تكون هناك أصداء إيجابية لتعيين محمد شمشك في هذه الحقيبة، ربما للخروج من تداعيات الأزمات الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي عاشتها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية. وحزب العدالة والتنمية يقول إن المشكلة الاقتصادية هي ربما حلقة في إطار مشاكل العالم الاقتصادية، ولكن من خلال السياسات الجديدة التي سيتم اتخاذها ربما ستخفف من وطأة هذه الأزمة ربما، وستخفف من تداعياتها على المواطن التركي، لأن أردوغان في خطاب النصر تحدث أهم الأولويات أو المشاكل التي يعاني منها المواطن التركي هو موضوع التضخم والملف الاقتصادي، وسنعمل على حله. طيب، هذا على المستوى الداخلي ربما يكون الاقتصاد هو الأهم، لكن خارجيا هناك ملفات عدة على الطاولة في ظل التجاذبات السياسية العالمية. يعني بحسب المراقبين هناك، هل يعني سيستغني أردوغان عن تشاويش أغلو، خاصة يعني وأنه هو من كان يتحرك في يعني مؤخرا يعني في ظل هذه الملفات والتجاذبات السياسية كما ذكرت؟ ليس فقط تشاوشوغلو، يعني الحديث يتم الآن عن عدد من وزراء. تشاوشوغلو هو اللاعب السياسي المهم، ولكن يتم الآن الحديث عن هاكان فيدان أو متحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن. سنرى من هو الذي سيحسم أردوغان اسمه لهذا المنصب. كلا الرجلين فاعلين، ولكن يعني هاكان فيدان وهو رئيس جهاز الاستخبارات في الدورة السابقة لم يكن له ظهور على المستوى الإعلامي. السؤال الكبير، إذا ما تولى وزارة الخارجية، ما هو الدور الذي ستلعبه تركيا؟ بطبيعة الحال الملفات المتعددة كانت حاضرة فيها تركيا، موضوع أذربيجان، موضوع روسيا والحرب الأوكرانية، موضوع ليبيا، موضوع سوريا. الآن كل هذه الملفات تبقى على الطاولة خلال الفترة المقبلة، ويريد الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال ضخ الدماء الجديدة في الحكومة ربما العمل على أولويات المرحلة المقبلة بتذليل العقبات، ربما من خلال السياسة التي انتهجها خلال السنتين الماضيتين بإعادة بناء العلاقات في مع كثير من الدول، وكذلك تناول إيجابي لمختلف الملفات التي تعصف هنا وهناك. وهذه الملفات بطبيعة الحال ستكون في قمة الأولويات والتحركات التركية، كما يقول الساسة الأتراك، خلال الفترة المقبلة من خلال تحقيق التواصل والتشاور مع مختلف الدول لتضييق ربما الفجوات التي سادت سابقا كوثر. وبالتالي سيكون الجواب واضحا مساء اليوم، من هو الذي سيشغل منصب وزير الخارجية في ظل كذلك كوثر. معلومة مهمة، الأمين العام لحلف الناتو يحضر هذه المراسم الاحتفالية، وسيكون له محادثات مع المسؤولين الأتراك فيما يخص عضوية السويد في حلف الناتو. الولايات المتحدة وحلف الناتو يريدان تحقيق تقدم وإقناع تركيا بضرورة الموافقة على ضم السويد، وسنرى تركيا كان لها شروط واضحة، ما هو التقدم الذي سيحدث؟ ما مدى التزام السويد بالشروط التركية؟ كل هذه أسئلة سيتم. أبو طالب